أخبار اليوم. كل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله شهر رمضان كريم علينا كلنا. السنة دي في ميني داعش، ده برنامج المفروض بسيط جدا، برنامج مقالب صغير. يا رب يكون عاجب الناس، يعني الحمد لله ردود الفعل الحمد لله إيجابية، بعيدا عن الناس اللي شايفة ان هو دعوة للعنف والتحريض على الإرهاب والكلام ده كلام فارغ، لأن في الآخر بنلعب والناس في الآخر بتتبسط، والأهم ان الناس تتبسط. يعني بس يا رب البرنامج يبقى كويس. يعني صاحب الفكرة هي الشركة المنتجة بالتعاون مع القناة، يعني أنا ماليش دخل خالص، أنا مجرد مؤدي للموضوع. يعني ما تدخلتش أنت تغير الاسم أو تغير السياق عشان الناس ما تتطورش؟ لا اصل يعني بالعكس، ده احنا بنكسر، انت بالاسم ده انت بتكسر التابو اللي بيخوف الناس. انت لو في حاجه بتخوف الناس اسمها اكس، فانت بتقول لهم لا لا لا، دي حاجه ما تخوفش، على فكره دي حاجه هبله. يعني انا احسن تعليقات بقراها اللي هو المصريين هم اللي عملوا من داعش برنامج كوميدي، والمصريين هم اللي عملوا صليل الصوارم مهرجان شعبي، فاللي هو احنا ما بيفرقش معانا حاجه، احنا ما بيهمناش. فحتى احنا في الاول في البرنامج خالص بنقول ان احنا ما فيش اي كيان ارهابي يقدر يرهبنا او كذا، وبالعكس ان انت بتواجه العدو بتاعك ان انت بتكسره وبتتريق عليه، فدي حاجه شايفها كويس. تبقى خلاص كل سيزون بقى برنامج مقالب خصصت ده شويه؟ لا، هي صدفه، بس صدفه الله اعلم السنه الجايه. مظبوط، بس هي صدفة. لا صدفة الله أعلم السنة الجاية. يعني فيها طبعا أكيد لو جات تفرض هتكمل فيها ولا على حسب اللي جاي إيه؟ يعني على حسب اللي جاي هيكون إيه إن شاء الله هنفكر فيها. لا، ده في حتة وده في حتة تانية خالص، يعني لا يقارن. لا، هو ده ميزانية وده ميزانية تانية، ما أقدرش أنا أقيم في الآخر. لا يعني كويس، ما أقدرش أقيم بجد، ما أقدرش أقيم يعني. برضه ما اقدرش اقيم، يعني ما اقدرش اقيم حاجه ممكن تكون، مش عايز اقول منافسه، بس ممكن تكون من نفس الفورمات اللي انا بشتغل فيها. لغايه دلوقتي ما فيش حاجه جديده قوي، انا بس مستني عرض الفيلم اسمه الباب يفوت امل، نزل ان شاء الله بعد العيد مباشره، مش في العيد، نزل بعد العيد. بس غير كده بقى كلها مشاريع كده مؤجله يعني. ان شاء الله كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله رمضان كريم عليكم كده، وكل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله عيد فطر سعيد عليكم، ربنا يكرمكم كلكم، احكي كتير، ربنا يكرمكم، كل سنه وانتم طيبين. شكرا.